مساءكم خير. من بداية الحلقة وإحنا متحمسين نقابل الفقرة دي أو نوصل للفقرة دي، ومن بداية السنة وإحنا بنتكلم عن مؤتمر المناخ وإزاي هو محطة مهمة جدا لمصر عموما، ودور مصر فيها فاعل رغم أن دور مصر ما هواش من الأدوار المؤذية للبيئة أو المؤثرة جدا في تغير المناخ عالميا لأسباب كتير تخص كثافة الصناعة وتخص تفاصيل كتير، لكن ده لا يعفينا من المسؤولية تجاه البيئة. وتقدر تقول بحكم بسيط وسريع جدا انه كل ما زاد الوعي البيئي كل ما تطمن انه ده معناه ان المستوى الثقافي اعلى، معناه ان المستوى العلمي افضل، معناه انه في حاجه جيده بتحصل في المكان اللي فيه ناس بتحترم البيئه على الاقل. الجميل النهارده انه ما بقيناش كل واحد يفكر لوحده ويشتغل لوحده، وانه في جهود حقيقيه داعمه انها تبقى مظله، مش بس عشان نفكر ونجرب ونحاول ونفشل، لكن علشان ممكن نحقق نجاحات اكبر واحنا بنشتغل مع بعض. احنا النهارده متشرفين انه منورنا في التاسعه مبادرات شبابيه حقيقيه بتشتغل بتنسيق من اجهزه الدوله لتقديم كل واحد بقى وفكرته. واضح انها ما اقدرش احطكم في اسم واحد او فكره واحده. خلونا في البدايه نرحب بالاستاذه رضوى هاشم عاشور، مؤسس ومنسق لشبكه ومنصه الشباب والمناخ لدعم المبادرات الشبابيه. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه رضوى. الاستاذ احمد خالد، منسق مبادره رينايل. اهلا بحضرتك. مهندس ولا استاذ؟ مهندس. مهندسين ما ينفعش نقول لهم استاذ. مهندس احمد خالد. والمهندس عمر الديب، مؤسس مبادره شجره. اهلا بحضرتك. عمر ده بقى المشهور بتاعنا عشان هو ايه اقدم واحد في المبادرات تقريبا، مش كده؟ اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. هبتدي مع استاذه رضوى، نفسي تشرح لنا المظله الكبيره. احنا اللي فهمناه انه في كتير من المبادرات البيئيه موجوده في مصر بالمناسبه من قبل كوب 27 بكتير، مش كده؟ بالظبط. يعني انتوا كان دوركم ايه؟ احنا بدانا في 2019 بحكم ان انا صحفيه، كنت بقابل يوميا كتير من المبادرات، شباب جميل عنده افكار واعده، لكن للاسف في البعض منهم ممكن يتعثر في الطريق، ممكن فكرته تقف لنقص التمويل، ممكن فكرته تقف خالص وتتلغي بعد ما يكون مشي خطوات فيها لان هو ما عرفش يسوقها، ما عرفش يوري العالم قد ايه فكرته رائعه، مش بس بتخدم البيئه لكن كمان بتخدم مجتمعه، بتخدم السيدات، بتخدم ضيوفنا اللي جايين من الخارج. فوقتها وبدعم من الاتحاد الاوروبي جت الفكره، احنا ليه ما نعملش منصه تجمع فيها كل المبادرات البيئيه. وقتها اطلقناها في 2020، وكان معانا دكتوره ياسمين فؤاد دعمتنا بشكل كبير قوي في وزاره البيئه، دكتور اشرف صبحي في وزاره الشباب والرياضه، واطلقنا وقتها وكان معانا مجموعه كبيره قوي من المبادرات من اسوان والاقصر وسوهاج ومن البحر الاحمر لغايه اسكندريه ومرسى مطروح وسيوه، اطلقنا وقتها شبكه المبادرات البيئيه. مع اقتراب مؤتمر المناخ قررنا ان احنا نعمل لها منصه الكترونيه سميناها الشباب والمناخ، وهيكون لينا تواجد ان شاء الله في مؤتمر المناخ في صوره بيت المبادرات الشبابيه الخضراء. ده هتجمع كل هذه المبادرات عشان نعرف العالم قد ايه احنا عندنا افكار بصراحه رائعه وجميله. يعني لو احكي لك قد ايه احنا عندنا افكار شبابيه متنوعه، انا متهيئه جدا. بس خلينا نشوف النموذجين الحلوين اللي معانا النهارده. يعني مهندس عمر، مبادره شجرها اسم معروف وسامعينه ومتابعينه من فتره، بداتوا امتى وكان ايه الفكره اللي عندك؟ ايه الاختلاف؟ يعني ما بالتاكيد دايما بنقول افضل حاجه في الدنيا وافضل خيار في الدنيا اننا نزرع شجر اكتر، ايه الجديد اللي قدمته المبادره؟ والله هي مبادره شجرها الحمد لله انها مسمعه، هي من 2016 17 ابريل 2016 بداناها من الفتره دي، والحمد لله في خلال 6 سنين احنا بننشر ثقافه زراعه الاشجار المثمره في الشوارع وفي المدارس وفي الاماكن العامه بدل اشجار الزينه، وكمان بننشر ثقافه زراعه البلكونات والاسطح بالخضروات والنباتات الطبيه والعطريه بالطرق التقليديه. بتنفع دي؟ بتنفع؟ بتنفع. انا بنتي زرعت طماطم من 3 سنين مفيش فايده. لا لا ان شاء الله بقى اتبعنا على الصفحه. هنجيلكم بقى. لا الحمد لله، يعني كل اللي بيتابعونا. تقصد ان اللي عنده بلكونه يزرعها حاجات بسيطه بس ممكن ده يحصل يعني؟ ينفع تبقى حاجات كمان يستفيدوا منها كاكل. يزرعوا الخضار، نباتات طبيعيه عطريه، ممكن برضو بعض الثمرات المفيده. ممكن بعض اشجار الفاكهه المقزمه. حلو قوي. سواء في البلكونه او في السطح.
وكمان بننشر ثقافة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية. ده كلام عظيم بس كلام كبير، هرجع لك تاني عشان تقولي على الأرض بتساعد الناس ازاي وبتنفس ازاي. مهندس أحمد، رينايل الاسم قد ايه حلو بس مش مفهوم. جميل. هتعيد تصنيع النيل ولا هتعمل ايه؟ احكي لي. مش هنعيد تصنيع النيل، ولكن رينايل كان المنطلق بتاعها في الاول ان احنا بنتكلم في رينيوبل انرجي ونحاول ان احنا نحافظ على المناخ باقدر قدر ممكن. شغلنا يمكن اتمحور شويه في عده اتجاهات، ولكن اللي احنا وصلنا له في الفتره الاخيره ان احنا بنقدم سيستمز وحلول تكنولوجيه في مجال البيئه والزراعه عشان نقدر ان احنا نحافظ على الريسورسز بتاعتنا ونقلل استهلاكها، خصوصا الميه بالنسبه للزراعه السمكيه. في نفس الوقت في نظم الزراعه الحديثه اللي احنا بنحاول ان احنا نقلل اي تكاليف طاقه بتخش فيها، بنقلل ديزل، اي انبعاثات كربونيه بتخرج منها، فبالتالي ان احنا بنحافظ للمزارع ان هو يشتغل بشكل افضل. وفي نفس هو يحتاجك ليه؟ يعني امتى يقول انا محتاج حد زي مهندس احمد يساعدني؟ اوكي، هو بيحتاجني عشان السيستمز اللي انا بقدمها في مجال الزراعه بتساعده ان هو اول حاجه ان هو بيميجر البارامترز اللي موجوده عنده في المزرعه. بيقدر ان هو بتديله الارمنج سيستم، بيقيس المعايير والمقاييس الزراعيه اللي هو عايز يطمن عليها. بالظبط بالظبط، بتعمل له الارم لو حصل اي دروب في البارامترز دي، بتديله انذار. وصلنا كمان ان احنا نعمل كنترول على على اليونتس اللي موجوده معاه بحيث ان هو يكون اوتوميشن سيستم، نقلل اي هيومن ممكن يدخل معاه في السايكل بحيث ان احنا نقلل الفيلير اللي ممكن يحصل فيها. ميكنه لكل الانظمه. بالظبط كده. لا مش انا هترجم لك بالظبط كده، وبالتالي فهي بتقلل معاه الكوست بتاعه الطاقه، وفي نفس الوقت حوالي 30% من استهلاك الديزل. دي مهمه. لما أوكي. تقول للفلاح هنقلل تكلفه ونديك معلومات، دي حاجه مهمه واعتقد مفهومه اكتر يعني. بالظبط. انا هروح الفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن تفاصيل اكتر. استاذه رضوى بتقول لنا انه في مبادرات، عشرات المبادرات، الوقت اكيد النهارده مش هيكفي نشارك حضراتكم قد ايه منصه الشباب بتدعم عدد كبير من المبادرات، لكن على الاقل خلينا نقول النهارده ايه اللي ممكن احنا نتجاوب بيه، نستفيد منه احيانا من وجود مبادرات زي دي. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. مساء الخير، ولسه مع المبادرات الشبابية المنصة لدعم المبادرات الشبابية في مجال خدمة البيئة والتغيرات المناخية بشكل عام. لكن ما ينفعش نقول له التغيرات المناخية من غير ما نقول البيئة وثقافة الحفاظ على البيئة. الثقافة دي ليها مفردات نقدر نقول، وما ينفعش نقول حد بيفهم في الحفاظ على البيئة وبيغسل وشه وهو فاتح الحنفية، أو حد بيستهلك بطريقة زيادة في حاجة ممكن نقلل فيها الاستهلاك ويبقى بيهتم بالبيئة، فعشان ندعي عكس ما نعيش أو نمارس. عشان كده أنا مبسوطة قوي بالأستاذة رضوى جايبه لنا النهاردة، لأنه حاجات ليها دعوة بالممارسات اليومية وبطريقة حياتنا اللي ممكن كمان تطلع لنا منتجات صديقة للبيئة. فعلا يعني احنا عندنا دلوقتي كتير من المبادرات هدفها زيادة الوعي. ازاي نعرف يعني ايه تغير مناخ؟ يعني حضرتك عارفة كلمة مناخ وتغيرات مناخية يمكن كتير من الناس مش عارفة اثرها كمان، يعني ما يتعرفش ان انت كل حاجة بتعملها في بيتك بتأثر على المناخ. ان انت تفتح المية زيادة بتأثر على المناخ، ان انت تشتري هدوم كتير بتأثر على المناخ، ان انت تركب عربيات وتلف وتتفسح كتير وتحرق بنزين كتير لما تشغل الكهرباء زيادة في بيتك بتكون ليك دور في التغيرات المناخية، لما تهدر طعام كتير ليك دور في التغيرات المناخية. احنا لينا كوارث، احنا بنعمل حاجات صعبه. يعني انت بتقولي الامثله دلوقتي قعدت افتكر حاجات كل كتير. حاجه بنعملها هي في الاخر سلسله بتؤدي للتغيرات المناخيه. عشان كده ده رد مهم جدا على اللي بيقول انه الكلام عن القضيه قضايا البيئه دي رفاهيه احنا لا نمتلكها. الحقيقه انه ده بالعكس، مش كده؟ بالعكس. ايه المشاريع اللي معاكي؟ كتير قوي المشاريع بصراحه. انا عايزه اتكلم على اول حاجه، المشروع ده هو عبارة عن مشروع لبنتين في غاية الجمال اسمه أب فيوز. ده عبارة عن بلاستيك بيدخل جوه مكنة
بيطلع من الناحية التانية الشنطة الجميلة دي، يعني إعادة تدوير الشنط البلاستيك مش كده؟ بالظبط. أي شنطة بلاستيك هما بيجمعوها بيبقى ليها مواصفات خاصة، بتخش جوه المكنة بتطلع من الناحية التانية هذا المنتج. الجميل في هذا المنتج إنه مش بس بيطلع وبيتصدر بره مصر، لكن كمان اللي بيعملوا أيادي سيدات لاجئات موجودين جوه مصر، فانت كده بتخدم المجتمع وبتخدم البيئه طبعا في نفس الوقت طبعا. اما الشنطه الصغيره الحلوه دي الجميله دي احنا عايزين كلنا نمشي بيها. الشنطه دي فيها فيل الشنطه دي الشنطه دي نقدر نفتحها من جوه دي مبادره بتاعه وزاره البيئه عاملاها للحد من استهلاك البلاستيك، في اطار ان هم بيعملوا حاليا الاستراتيجيه الوطنيه للحد من استهلاك البلاستيك. احنا بنستهلك سنويا يعني ما يقرب من 100 مليون كيس بلاستيك، فإحنا بنحاول نحد من هذا الموضوع بالشنطة دي. جواها ممكن تبقى موجودة في كل بيت، في كل شنطة وإحنا متحركين نحط فيها المنتجات من السوبر ماركت، وبكده إحنا هنحد من استهلاك البلاستيك ونعيد استخدامها ونغسلها ونستخدمها. ياريت كل بيت في مصر يبقى فيه شنطة زي دي، كل واحد وهو خارج لو حطها في جيبه هيقدر إن هو ومش لازم لما أشتري كيس شيبسي من السوبر ماركت أحطه في كيس بلاستيك. بالظبط، ممكن أخده كده بالظبط. يعني نحاول نقلل دي. انا مشكورك يا استاذه رادو، انا عايز اجري عشان الوقت بيجري. مهندس عمر لازم تغششنا تقول لنا اذا كنت مهتم بموضوع زراعه الاشجار المثمره ده يفرق معانا في ايه؟ يعني انا ليه اتشجع واشارك مع حضرتك في ده؟ ايه اللي طبعا لذيذ جدا فكره البلكونات، بس ايه انواع الاشجار المثمره اللي ممكن تكون نصيحتك للناس او تحمس الناس انها تشارك معاك بالمبادره بيها؟ طبعا الاشجار المثمره مفيده جدا، لان يعني اساس عائد اقتصادي كبير جدا لاي حد كصدقه جاريه. يعني ممكن اي حد مثلا فقير محتاج ياكل يلاقي مثلا شجره فاكهه موجوده قدامه في الشارع ياخد منها اللي يحتاجه، فطبعا مفيده جدا. ده غير طبعا فوائدها البيئيه انها تمتص العوادم وثاني اكسيد الكربون الموجود. ايه الاشجار المثمره اللي كمان بتعمل ظل؟ ممكن الزيتون، في عندنا الموالح برضو بتعمل ظل، في عندنا شجره جميله جدا اسمها شجره المورينجا، ودي شجره ليها حوالي 300 فايده ودي قررنا بسببها مرتين في مركز قومي للبحوث زرعنا الاف اشجار المورينجا. فهي دي تقريبا خمس انواع من الاشجار المثمره اللي احنا بننصح بزراعتهم في مصر وفي الوطن العربي. ان هو التحدي الاخير اللي عندكم ايه بقى دلوقتي؟ احنا محتاجين طبعا دعم بكل حكايه ال 27000 شجره اللي انتوا عايزينها دي. نفسنا دي فرصه كبيره جدا من خلال حضرتك ان احنا عاملين حمله اسمها 27000 شجره الى مؤتمر المناخ كوب 27. الحمله دي من يوم 1/8 وتنتهي يوم 18/11 اللي هو اخر يوم في مؤتمر المناخ. حلو قوي. واحنا مستهدفين منها حوالي 8 محافظات في مصر. نفسنا طبعا ال 27000 شجره يتوزعوا على 8 محافظات. احنا طبعا لغايه دلوقتي للاسف ما زرعناش غير تقريبا حوالي 1000 شجره. احنا خلاص فاضل حوالي 58 يوم او. طب ينفع حد من اللي بيتفرج علينا النهارده يقول لك انا معاك في المبادره انا هزرع شجره مثمره في مكاني واقول لك فتنضم ل 27؟ طبعا يعني ينفع نخلي 27 جهود ذاتيه؟ طبعا. ده هو اصلا الاساس فيها ان كل الناس تبقى ايجابيه وكل الناس تزرع. أوكي. يعني لو كل واحد زرع ولو شجره واحده بس قدام بيته او في حديقه المنزل او حديقه المدرسه اللي هو مثلا ساكن قدامها دي هتفرق كتير جدا. واحنا بس محتاجين 27000 شخص. خلاص، وتواصلوا معاكم عن طريق الصور على الصفحه تشجعها على الفيسبوك. حلوه. صفحه منصه الشباب منصه الشباب والمناخ. احنا هنعمل ان شاء الله استماره لاي شاب عنده مبادره حابب يشارك بيها في مؤتمر المناخ يراسلنا ان شاء الله على المنصه عشان يكون جزء كمان من مؤتمر المناخ. حلوه. رينايل، مشاركتك الفتره اللي جايه، احنا النهارده عيد الفلاح تعرف ايه الحاجه اللي نفسك تقول انه اتمنى انه خلال السنه اللي جايه تتحقق يزيد الوعي بيها تحديدا في مجال الزراعه في مصر؟ تحديدا في مجال الزراعه، يعني الفلاح لسه ما وصلش لدرجه الوعي اللي هو يستخدم السيستمز، شايف لسه الموضوع قدامه شويه. لا، هو شايف انه غالي، هل عندك حل لده؟ هو الموضوع مش غالي، لو احنا عملنا كيس ستادي مع بعض دلوقتي ممكن اثبت لك ان هو مش غالي خالص. حلو قوي. ولكن هو لا، اثبت للفلاح قول اوكي تمام. يعني لو الفلاح مثلا صرف على الحلول التكنولوجيه خلينا نقول 1000 جنيه بتوفر له قصادها تقريبا قد ايه؟
اوكي، يعني ممكن اعمل كيس ستادي بالنسبه للمجال الزراعه السمكيه اللي احنا شغالين فيه بشكل كويس. اعتقد ان احنا لو بنتكلم على مستوى فدان واحد زراعه سمكيه، فهو متوسط الانتاجيه بتاعته بتبقى من 5 ل 7 طن سمك. فاعتقد ان هو ال 5 ل 7 طن دول بيستهلكوا حوالي ما يقرب من 7.5 طن اعلاف في الموسم الواحد. بالسيستم بتاعنا بيساعده ان هو امتى يتعرف على درجات الحراره والبي اتش وكمان العوامل الاكسجين اللي موجود عنده في الحوض والامونيا، فبالتالي هو بيعرف امتى ينزل الاعلاف بتاعته وامتى يقلل الفائد بنسبه 30%، وده رقم مش قليل خالص. ده رقم كبير جدا بالظبط، مع زياده اسعار الاعلاف النهارده سعر الطن وصل 15,000. فاعتقد 30% بالنسبه للرقم بتاعه هيقدر يغطي تكلفه السيستم في اول موسم. ده كلام مهم جدا، لانه بلس ان اللايف تايم بتاع الاجهزه بيتراوح ما بين 5 ل 6 سنين، فيقدر ان الاربع خمس ست سنين اللي بعد كده بيكون معاه الفلوس دي بتتحول لمارجنز بروفيت بتدخل جيبه. فهو يقدر ان هو يستفيد بيها ان هو يكسباند في السيكتور ويتوسع بالظبط كده، او يحقق بروفيت اكبر. احنا شايفين الاجهزه بتاعتك اهو على الشاشه. استاذه رضوى، اخيرا في نص دقيقه كده قولي لنا تاني صفحه المبادره، ولو انا عندي مبادره ايه الشروط اللي انتوا بتقبلوا بيها المبادرات، ولا اي حد عنده مبادره من اللي بيتفرج علينا يقدر ينضم؟ احنا هدفنا ان احنا نزيد الوعي وندعم الشباب، فاي حد عنده مشروع قائم بيطلع عنده منتج او بيبقى عنده مش فكره، يعني ما جيش بفكره كده اقول خلاص يعني فكره وبس، مشروع مشروع قائم، لان احنا مش جهه تمويل او جهه، احنا جهه تسويق وتعريف وزياده وعي. حلو. فلو انت عندك حتى لو مبادره زياده وعي، يعني عندنا في البحر الاحمر مثلا زينه عاملين مجله بهدفها نعرف الـ الاطفال يعني ايه تغيرات مناخيه ويعني ايه بيئه وازاي نحافظ على التنوع البيولوجي. فهدفنا ان احنا نعرف الناس ونزيد الوعي ونواجه التغيرات المناخيه والمشكلات البيئيه. فيا ريت اي شاب عنده مبادره يقدر يقدمها عشان ندعمها ونسوقها، لان حقيقه مؤتمر المناخ الى جانب اهميته السياسيه والمناخيه على المستوى القمه، لكن كمان هو فرصه هايله للشباب ان هم يقولوا للعالم كله احنا قد ايه عندنا افكار مش موجوده في حته ثانيه. صدقيني يا استاذه رضوى انا راضيه لو قلنا بس لبعض، يعني لو احنا كمصريين زاد وعينا بقضايا البيئه يبقى احنا حققنا نجاح، وانتم بالتاكيد يعني انت لما تشوفي شاب في سوهاج بيمنع كارثه بيئيه صح. ومجتمعيه من مليون شجره بتترمي في المسالك في الترع في المصارف المائيه، هو بياخدها بيدخلها جوه مكنه جابها استوحى فكرتها من الهند طلعت من الناحيه الثانيه قماش خدها ادها للسيدات في قريته وحولوها لمنتج بنانا ارت. دي فكره هايله. كتير من الافكار اكيد عندكم افكار كتير. انا اسفه الوقت خلص، بس انا مبسوطه باللي بتقوليه وانا هتابع الصفحه انا كمان، وهنفضل وراكم كده لحد ما نشوف ثمار عظيمه وتتحقق على الارض، ونتابعكم كمان في كوب 27 باذن الله. استاذه رضوى هاشم عاشور، مؤسس ومنسق شبكه ومنصه الشباب والمناخ لدعم المبادرات الشبابيه، نورتينا. مهندس احمد خالد، منسق مبادره فري نايل، نورتنا. وكل توفيق يا رب يزيد الوعي اللي يخليك تقدر تحقق اللي انت بتتمناه. مهندس عمر الديب، مؤسس مبادره شجرها، هنتابع وانا هبعت لك من عندي 6 شجرات. انا هشتغل على في شهاده تقدير لحضرتك كمان، لان اي حد بيشارك ليه شهاده تقدير. شكرا يا باشمهندس، ميرسي ليكم جميعا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، نشوفكم ان شاء الله على كل خير.